دشن الاتحاد السعودي لرفع الأثقال منافسات الموسم الرياضي الجديد لعام 2021 بإقامة بطولة المملكة التمهيدية لدرجة الكبار بنظامها الجديد بعد تقسيم الأندية لثلاث مجموعات، حيث تقام منافسات بطولة المجموعة الأولى بمدينة الرياض وتستضيف محافظة جدة فرق المجموعة الثانية، فيما تقام منافسات المجموعة الثالثة في مدينة الدمام. اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال نظاما جديدا مسابقات البطولات بعد دخول اللعبة ضمن استراتيجية دعم الأندية والتي اعتمدت مؤخرا من قبل وزارة الرياضة. وينضم لنا من جدة رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الأستاذ محمد الحربي. أستاذ محمد مساء الخير، يعطيك العافية، سعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. ما هو النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد السعودي لرفع الأثقال مع بداية موسم بطولة في المملكة؟ أولا مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام. طبعا بدأت هذا الموسم البطولات طبعا بنظام المنافسة في فترات واحدة طبعا حتى تحقيق العدالة وتحقيق المنافسة العادلة بين الثلاث مجموعات في وقت واحد. أمس بدأت طلقت البطولة واليوم مستمرة وغدا إن شاء الله تعالى. النظام الجديد وش أستاذ محمد؟ النظام الجديد الآن كانت البطولات تلعب في أوقات متفرقة، والآن أصبحت النظام معتمد على نقاط الاستراتيجية بحيث أنه التوزيع حيكون على الثلاث مجموعات كاملة، نتائجها تكون تجمع بعد انتهاء كافة المنافسات الثلاث ويحسب أفضل النتائج، وبالتالي سيحصل أفضل 10 أندية على على النقاط الاستراتيجية اللي هي 10 نقاط توزع على الأفضل 10 أندية من ثلاث مجموعات. طيب كيف هي الاستعداد لتنظيم بطولة في ظل هذه الجائحة أستاذ محمد؟ طبعا الاتحاد حريص حرص كبير جدا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وهذا فعلا ما هو مطبق ومتابع بشكل جيد من جميع الطاقم الإداري والفني في الاتحاد. الحرص على فقط على وجود اللاعب والمدرب، عدم وجود جمهور تماما، فقط الصحافة الإعلام إذا كان موجود، غير كذا أبدا ما أحد يدخل إلى الموقع. منافسة مسجلة، الحكام فقط، لا يتجاوز العدد عن 25 شخص في الصالة كاملة. بعد دخول اللعبة ضمن استراتيجية دعم الأندية التي اعتمدت مؤخرا من قبل وزارة الرياضة، هل هناك إقبال على هذه اللعبة؟ أيضا مدى حجم الدعم المادي للأندية واللاعبين، يعني للاتحاد بشكل عام مدى الدعم المادي؟ طبعا استراتيجية دعم الأندية، لعل في البداية أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الكريم وأيضا سمو وزير الرياضة على الاهتمام الكبير جدا بالرياضة عموما وبرياضة رفع الأثقال خصوصا، وبعد دخولها الاستراتيجية حقيقة لمسنا تغير واختلاف كبير جدا، فيه إقبال من الأندية والحرص كبير جدا على إدخال هذه الرياضة ضمن منظومة اللعبات في الأندية. لكن أود أن أشير إلى أن الدعم كبير جدا، وأنوه أن تأخذ هذه الدعم هذه الاستراتيجية بالعمق الصحيح لها. يعني الاستراتيجية يعني تدعم الأندية لأخذ المبادرة في نشر الرياضات نشر الألعاب، وبالتالي هي لديها عمق أبعد اللي هو العمق الاجتماعي الصحي. لكن لا نريد أن يعني تفهم بأنها منافسة مباشرة كبعض الأندية للأسف الشديد، يعتقد أنه هذا دخوله في هذا الدعم هو جزء كبير جدا من المنافسة الآنية، وهو المراد بها هو توسيع دائرة الممارسة وخلق يعني جيل جديد
قادر على المنافسة في السنوات القادمة إن شاء الله، البطولات العالمية القارية وتمثيل المملكة خير تمثيل من خلال اتساع دائرة الاختيار يعني. وهذا ما نتمناه، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الأستاذ محمد الحربي، شكرا جزيلا لك.